فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلق زوجته طلاقا بائنا وهي حامل، وقد أخذ صكا من القاضي بهذا الطلاق البائن. سؤاله: هل له أن يترك هذه المطلقة في بيته حتى تضع حملها؟ وإن كان كذلك فكيف يتعامل معها داخل بيته؟ إذا كان في بيته أسرة تبقى معهم وتحتجب منه ولا يخلو بها فلا مانع، ما إذا كان ما في بيته إلا هي فلا يجوز. نعم، لأن هذه خلوة. نعم.